أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده الحركة العلمية والفنية والثقافية في مملكة البحرين من تنام متواصل وتطور مستمر هو نتاج ما تلقاه من دعم وما يحظى به الباحثون والفنانون والمثقفون من اهتمام يجسد رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بوصفها ركنا مهما من أركان المسيرة التنموية الشاملة. وأوضح معاليه أن المتتبع لمسيرة التقدم العلمي والفني والثقافي في البحرين عبر التاريخ يجد أنها تقوم على العديد من المرتكزات التي ساهمت في تطورها، أولها رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيعها للبحث العلمي وتوفير البيئة الصحية وتهيئتها لذلك، وثانيها المبادرات الأهلية الداعمة لتأسيس الجمعيات المتخصصة وإسهامها الفاعل عبر دورها المكمل للجهود الرسمية، وثالثها الاستعداد الفطري الذي جبل عليه أهل البحرين في حبهم للعلم والاطلاع والمعرفة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والمهتمين بالشأن العلمي والفني والثقافي بتكريم الفائزين بجائزة يوسف بن أحمد كانو في دورتها 11. وبهذه المناسبة نوه معالي الشيخ خالد بن عبد الله بإسهامات شركة يوسف بن أحمد كانو والتي تأتي ضمن إيمانها بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي يصب في صالح الارتقاء بالمجتمع وتطوير أفراده في شتى المناحي لا سيما العلمية والفنية والثقافية ودعمها للبحث العلمي والفنون من خلال جائزة يوسف بن أحمد كانو والتي مضى على إطلاقها 25 عاما بوصفها جائزة تقديرية مرموقة على مستوى البحرين والمنطقة. وأعرب معاليه عن أمنياته الفائزين بالجائزة من البحرين والوطن العربي بالتوفيق والنجاح في مشوارهم العلمي والفني. من جانبه تقدم الوجيه خالد محمد كانو رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو بجزيل الشكر والعرفان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بحضور حفل تكريم الفائزين بالجائزة، مشيدا بدور معاليه في دعم المبادرات التي يتبناها القطاع الخاص. وخلال الحفل ألقى الدكتور حسن إبراهيم كمال عضو مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو كلمة أشار فيها إلى فكرة الجائزة وتأسيسها وأهدافها. بعدها ألقى الأستاذ محمد عبد الرحمن درويش أمين عام جائزة يوسف بن أحمد كانو كلمة تحدث فيها عن ارتفاع الإقبال على المشاركة في الدورة الحالية للجائزة مقارنة بالدورات السابقة، ثم تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بتكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجائزة. We'll be right back.
الجائزة مثل ما ذكر في المؤتمر أن عمرها فوق 25 سنة وفيها مجلس أمنا، وابتدت من أول سنواتها الأولى من التسعينيات ابتدت تعطي جوائز لجماعة من البحرين أول شيء، بعدين ابتدت في ناس من خارج البحرين. طبعا جائزة يوسف بن أحمد كانو جائزة عريقة تعد الأعرق على مستوى الإقليم، مستوى منطقة الخليج العربي، صار لها 25 سنة. هدفها الأساسي هو دعم البحث العلمي والباحثين والأكاديميين، وأيضا اتجهت في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة إلى دعم الفنون التشكيلية والمبدعين في هذا المجال. طبعا في البداية أنا ما وصلت إلا بصعوبة كبيرة، خصوصا المشاركة في بعض الأعمال، المشاركة في بعض المعارض، المشاركة في أكثر من مجال في الفن التشكيلي، إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة. فهذه المرحلة تعتبر بالنسبة لي شيء جدا كبير وجدا قيم أني أكون موجودة في هذا المكان. البحث اللي سويته هو طريقة مختلفة من نوع العلاج النفسي والسلوكي اللي يحط الشخص في عالم افتراضي، على في عالم علاجي افتراضي على هيئة لعبة، فالشخص يصير كأنه قاعد يلعب لعبة بس في نفس الوقت هو قاعد يمر بمراحل من العلاج النفسي اللي يقاس عن طريق مستشعرات إشارات المخ وإشارات الجسدية نفس ضربات القلب وغيرها. فالجائزة جدا مهمة حقنا كباحثين من ناحية المعنوية أن هي تحفزنا عشان نحن نواصل، ومن ناحية المادية بعد أن هي بتقدر تفتح لنا مجالات أن احنا نطور البحث مالنا اللي ما قدرنا أن احنا نواصل فيه.